يدخل بهذا الكرنفال في يوم للتاريخ يوم للنجوم الكبار هنا في العاصمة أبو ظبي ندخل مع الكبار في يوم كبير برشا مع النجوم مع الثانية ورفاقه Well, it's a lovely cause. You know, we're here to help, no matter what it takes, no matter how much we want it. We're here to help the students. You know, it's really important for us. This is why I'm here. This is why the guys came today, because we want to give some support. And I think it was a good game, a good first half. So it gave us a bit of challenge, but it was a memory made. You know, it's the first time we're coming here to Abu Dhabi, and hopefully it's not the last one. Football remains football, you know, it's made to be played with passion. I think today we saw some passion, we saw some runs, some engagement, some dedication, and this is the beauty of football. You know, we can give a lot of good memories, we can give a lot of support. صراحة أنا بدي نشكر شركة فالكون على هذه الاستضافة وأنها عطتنا فرصة بأن نلعب مباراة افتتاحية لبطولة مصغرة أو يعني على مستوى الدولة. فيها يعني كانوا اكتسبنا منها الخبرة وعطت فرصة للطلاب إن نقدر نلعب مثلا مع نجوم كبار سابقين وصراحة يعني كانت تجربة يعني ممتازة واستفدنا منها يعني وإن شاء الله تكون يعني فاتحة خير لنا في المستقبل ونتمنى صراحة كل التوفيق لشركة فالكوم في مشروعهم وأيضا هناك كلاسيكو الغضب بين فريق العين نجوم القدامى للعين والأساطير بين تحدي بشير سعيد والكابتان حميد فاخر نشكر جامعة أبو ظبي على تنظيم البطولة هذه طبعا بطولة خلتنا نلتقي بجماعتنا القدامى لاعبين سواء كانوا من نادي العين أو من نادي الوحدة وحتى لعيبة من الفرق الثانية اليوم تجمعنا على الخير شفنا بعض لعبنا مباراة حلوة فأتمنى من الجيل الحالي أنهم يعني يهتمون في أنفسهم أكثر يركزون في الملعب سواء أي نادي أي فإحنا في الأخير نمثل الكرة الإماراتية نتمنى لهم كلهم التوفيق عادت مرة أخرى شهاب في وسط الملعب على طول يا رب It's important you know to have this type of event to support the students, you know, not all of them can afford the tuition. So, if I can be part of my little contribution towards that, it's good. I'm happy. Also, we play football, so it's fun, easy, and hopefully it will be successful. طبعاً بالنسبة لشاركتنا في البطولة اللي بطولة All Star كل النجوم اللي تقوم على رعاية شركة فالكون. بالإضافة لجامعة أبو ظبي كلية أبو ظبي فأعتقد أن هاي مشاركة جدا فعالة ودائما ما تثري ويطلع منها النجوم على مستوى عالي صح أن احنا طفنا السن القانوني ولكن بوجود كل النجوم الموجودين اليوم طبعا من الدوري الإنجليزي وأخواننا اللي موجودين في الجامعة شفنا مستوى على مستوى عالي بالنسبة لكرة القدم وإن شاء الله أتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله تستمر هاي المبادرات الطيبة هاي طبعا من شركة فالكون ومن جامعة أبو ظبي فأعتقد إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق وإحنا سعيدين بتواجدنا هنا لأن الفخر نشارك في هاي البطولة نشكر كل النجوم اللي حضروا الحدث هذا حدث مباراة كل النجوم طبعا الحدث هذا كان مبادرة من شركتنا فالكون سبورت بالشراكة مع جامعة أبو ظبي كان الإيفنت هدف الرئيسي منه دعم طلاب الجامعة حثهم على ممارسة الرياضة فإن شاء الله البطولات هاي بتكون مستمرة وكل ما حصلنا فرصة إن شاء الله بننظم أكثر وأكثر إن شاء الله أخيرا نوجه كلمة شكر لجامعة أبو ظبي لدعمهم لهذا الحدث وصراحة يعني ما شفنا منهم إلا كل دعم وسبورت من حيث الدعم اللوجستي الموافقات الأمور هاي كلها فنوجه لهم كلمة شكر وجزاهم الله خير وإن شاء الله بحكمنا إحنا شريك رياضي معاهم القادم أفضل إن شاء الله حكم المباراة فيصل القحطاني ينهي المباراة